طريقتان لإنقاذ نفسك من الغرق وفقاً للسباحين الأولمبيين. حتى أكثر السباحين خبرة قد يجد أنفسهم في وضع لا يحسد عليه ويكونون على حافة الغرق. لذا من المهم معرفة ما يجب فعله وما يجب تجنبه في هذا الموقف. في يوم من الأيام قد ينقذ هذا الفيديو حياتك. لا تنسى النقر على زر الاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات للانضمام إلينا على الجانب المشرق من الحياة. بادئ ذي بدء لنلقي نظرة على بعض الإحصائيات عن الغرق. في الحقيقة الغرق أحد أكثر الأسباب انتشاراً للوفاة في جميع أنحاء العالم. بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية كان هناك حوالي 3500 حالة غرق مميت وغير متعمد بين سنة 2005 و2014. هذا يعني أن ما يقرب 10 أشخاص يلقون حتفهم في الماء يومياً. للأسف وفقاً للمتخصصين كان من الممكن تجنب معظم حالات الوفيات لو عرف الناس ما عليهم فعله في المواقف الحرجة، وهو تجنب الدخول في حالة من الذعر. والمدهش هنا أن الشخص الذي يوشك على الغرق ليس في حاجة إلى محاربة المياه ولكن محاربة غرائزه. والأمر هنا عندما يشعر شخص ما بأنه ليس المتحكم في الوضعية، يبدأ في مصارعة الماء بأقوى ما لديه، وعندما ينتابه الذعر يجعل نفسه يغوص أكثر فأكثر، وكنتيجة لذلك ستنفد قواه بسرعة ولن يتمكن من البقاء طافيا فوق الماء لفترة كافية بانتظار النجدة. أول شيء يجب تذكره دائما أن جسم الإنسان لديه قدرة على الطفو على الماء بالفطرة. الشرط الوحيد المهم هنا أنه يجب أن تكون رئتان ممتلئتين بالهواء، لذا طالما أنك تتنفس جيداً وبانتظام لن تغرق. لسوء الحظ لا يمكنك حبس أنفاسك إلى الأبد. عندما تزفر الهواء الذي كان يبقيك طافياً على سطح الماء فإنك ستغوص تحت الماء لمدة قصيرة من الزمن. عندما ينتابك الذعر، وكما تعلم فالذعر كل ما عليك تجنبه بأي شكل من الأشكال بما أنه السبب الأكثر شيوعاً للغرق، يمكن للمنقذين ذوي الخبرة رسم صورة نمطية لشخص يغرق بكل سهولة. يدرك الشخص أنه في مشكلة، يحاول جلب الانتباه إليه بالتلويح بيديه ولكن لن يخرجه هذا من الماء. وفقا لقوانين الفيزياء يصبحون أثقل ويبدأون في الغوص تحت الماء أسرع، وبشكل غريزي يبدأ هذا الشخص في النضال من أجل الصعود إلى فوق وتنشق الهواء، ولكن هذه الحركات العشوائية ستسحبه تحت الماء. إذن ما القاعدة رقم 1؟ حاول أن تكون هادئا قدر الإمكان ولا تتوقف عن التنفس من فضلك. لنفترض أنك تمكنت من التغلب على ذعرك وبدأت في التنفس بشكل عادي، والآن حان الوقت لادخار قوتك في انتظار قدوم النجدة. يمكنك فعل ذلك باتخاذ وضعيتين، إما الطفو أو اتخاذ وضعية الوقوف في الماء. أولاً لنرى كيفية اتخاذ وضعية الوقوف في الماء بشكل صحيح. يجب أن يظل جسمك مستقيماً وأن يكون رأسك فوق السطح. يجب أن تحرك ذراعيك وقدميك لكي تبقى طافياً فوق الماء. يمكنك استعمال ذراعيك وقدميك معاً أو قدميك فقط أو ذراعيك فقط. حاول أن تحرك ذراعيك بشكل أفقي ذهباً وإياباً. إذا كنت تحركهم من فوق إلى تحت ستبدأ في الاهتزاز هنا وهناك، وكنتيجة لذلك ستهدر الكثير من الطاقة الثمينة. احرص على أن يقابل كفاك اتجاه حركة الذراعين. هناك العديد من الطرق لتحريك قدميك عندما تريد الوقوف في الماء. يمكن أن تحثك غرائزك على القيام بركلة الضفدع، وتعرف أيضا باسم سباحة الصدر أو ركلة مرفرفة، تستخدم في الأسلوب الحر. إذا كنت لا تزال قلقا للغاية قد تبدأ حتى في تحريك قدميك في شكل دوائر، ولكن على الرغم من أن هذه التقنيات ستجعل جسمك يتحرك للصعود إلى سطح الماء لكنك ستستنزف الكثير من الطاقة. أفضل طريقة لتحريك قدميك تكون عبر إدارة كل ساق في اتجاه مختلف. قد تستغرق هذه الحركة منك بعض الوقت لإتقانها، ولكن بمجرد القيام بذلك يمكنك الوقوف في الماء بشكل عمودي لساعات. لا تنسى أن أحد أهم الأشياء حول مصارعة الغرق الهدوء والتنفس ببطء. بهذه الطريقة لن تشعر بالتعب وستتحسن فاعلية الطاقة لديك أيضا.
إذا كنت تهتز بعض شيء من الأعلى إلى الأسفل مع الأمواج فإنك تفعل ذلك بشكل صحيح. الطريقة الثانية للبقاء على سطح الماء إلى أن يأتي أحدهم لإنقاذك تكون بأن تطفو على ظهرك. هذه الطريقة الأمثل لتهدئة نفسك والتنفس بشكل طبيعي. حاول وضع جسمك بطريقة تجعله موازياً تماماً لقاع المحيط. يجب أن تميل رأسك إلى الخلف واحرص على غمر أذنيك في الماء. حسناً، لن يكون الشعور جميلاً جداً، ولكن إذا لم تكن أذناك مغمورتين تحت الماء فستشعر بشد عضلي في رقبتك، ونتيجة لذلك لن تتمكن من الطفو فوق الماء بأريحية. كما أن وضعية الرأس مهمة جداً بما أنها ستجعل قدميك يطفوان فوق سطح الماء. بهذه الطريقة ستكون مستلقياً على الماء، بالإضافة إلى ذلك سيبقى فمك فوق السطح، مما يعني أنك ستكون قادراً على التنفس بحرية. أبقي ذقنك مرفوعة نحو السماء، وبتضاد التوازن ستجعل هذه الحركة البسيطة جسدك طافياً فوق الماء أكثر. احرص على أن يكون رأسك متوازن، طالما أنه كذلك سيكون جسدك متوازناً أيضاً بالكامل. لذا لا تحاول أن تدير رأسك من جانب إلى آخر. ينبغي أن تولي اهتماماً خاصاً لوضعية ذراعيك. يمكنك إما أن تثنيهما في منطقة المرفقين وتحرك كفيك تحت رأسك، أو تبقي ذراعيك مستقيمتين وقريبتين من جسمك. أهم شيء أن تتذكر أنه يجب على كفيك أن يواجه السماء. إذا كنت تريد أن تطفو على الماء لأطول وقت ممكن، من الضروري أن تدفع بجسمك إلى الأمام. لفعل ذلك حاول تقويس جزئك العلوي قليلاً، سيخرج هذا صدرك وبطنك من الماء. لا ينبغي أن تثني جسدك إلى الأسفل بأي شكل من الأشكال. إذا فعلت ذلك سيبدأ منتصف جسمك في الغوص في الماء ولن تتمكن من الطفو على الماء. يجب أن يشكل جسمك خطاً مستقيماً مع قدميك. إذا شعرت أن قدميك قد بدأت في الغرق يمكنك القيام بركلات طفيفة. ليس عليك فعل ذلك طوال الوقت، ما عليك سوى الطفو على ظهرك، وكلما شعرت بأن الجزء السفلي من جسمك قد بدأ في التحرك نحو الأسفل أركل بقدميك لترجع إلى سطح الماء. إليك أمراً آخر مهم للغاية عن الطفو، يرتبط ارتباطاً تاماً بعملية التنفس، وهي كيف ينبغي أن تكون كمية تنفسك. توصلنا إلى أن الشخص يطفو طالما أنه هناك هواء في رئتيه. سيكون من المنطقي أن نفترض أنه كلما كانت كميات الهواء في رئتيك أكبر كلما كان طفوك أفضل، ولكن هناك فخ. عندما تزفر نفساً عميقاً سيغوص جسمك في الماء بعمق أكبر. يحدث ذلك لأن الفرق بين حجم الهواء داخل الرئة وخارجها كبير جداً. لذلك فالطريقة الأمثل للبقاء طافياً على سطح الماء التنفس برئة ممتلئة بالهواء إلى النصف. لا تحبس أنفاسك، سيؤدي ذلك إلى تراكم ثاني أكسيد الكربون ولن يساعدك هذا بتاتاً. على العكس سينفد الهواء داخل رئتيك بسرعة. ومرة أخرى، إذا وجدت نفسك تبتعد عن الشاطئ أو تسقط من القارب فلا تقلق، استخدم معارفك عن الطفو والوقوف في الماء وحاول توفير طاقتك في انتظار أن تأتيك المساعدة. هل مررت من قبل بأي حادث يتعلق بالماء؟ شاركنا قصتك في قسم التعليقات أدنى. لا تنسى الضغط على زر الإعجاب ومشاركة الفيديو مع أصدقائك، وانقر على زر الاشتراك. حافظ على نفسك وسلامتك، وكن سعيداً على الجانب المشرق من الحياة.